عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روز اللي طبخوا الحلويات. اليوم جبت لكم بسكوت رخامي بحبه تاع بيض وكاس نشا، يعني ويجي منتفخ يجي شباب. عندي حبه تاع البيض، ندير قرصه تاع الملح، يعني غير بحبه تاع بيض تتحصلي على اروع بسكوت رخامي. انا درتها لولادي كلاوه في وقته. وانا خلط هذيك حبه تاع البيض مع قرصه تاع الملح، راح نزيد كاس تاع 200 مليلتر، نقصي منه صبع تاع سكر، يعني الكاس هذا 200 مليلتر نقصي منه صبع. هاكا نخلط داك السكر مليح، يعني غير بالفويق. الا ما عندكش الباتير ولا استعملي غير الفويق. ها هوينا خلطي مليح حتى تحصلي على هاد الرغوه وما يشدكش بزاف. ثاني كاس تاع زيت تاع 200 مليلتر نقصي منها صبع، وديري غير بالتدريج الزيت خاطش ثقيل ويهبط الخليط. دائما الزيت هو اللي يكون ثقيل. نخلطو نقسمو على دفعتين ولا ثلاثه ولا كيما تبغي انتي. ها هوينا خلطي غير بالتدريج غير بالفوي. يعني انا درتها غير درتها في الليل والصباح كلاو ولادي. يا نسكت شوفي روحها ما تقطع شويه حامل. هاي وينا نزيد انا قسمت على ثلاث دفعات كما كتشوفي. هاي وينا غير يعني بحاجه قليله تفرحي وليداتك. ها وينا عندي العطر تاع الليم، انا كي درت عطر تاع الليم جابنين، مام الرائحه نتاعها يعني جات مليحه. يعني دير ديميل، تشري ديميل تشدلك شويه وقت، يعني يكون الماء ديري مقدار لازم تخلطي. الحليب ثاني ها هوني لازم يكون دافي ماشي بارد. ثاني كاس تاع 200 مليلتر نقسم منها صبع، يعني في هذا المقدار تاع حبه بيض انا استعملت هذه المقادير. ها كل مره ديري مقدار لازم تخلطي، يعني وكل مره نجيب لكم يعني وصفات مجربه. انا كي نجي نجيب لكم وصفه لازم درتها في داري، يعني ماشي غير هكاك المهم نطلع فيديو. انا كي تنجح في داري نقدمها لكم. ندير مغرف تاع كونفيتير، يعني هذا اللي تحسيها باللي المسكوتشو تاعك تحسيها باللي مشمخه يعني مشربه، يعني ما تجيش يابسه. يعني ما شفتو مرا الحمام يضربها له هو تيلبس. ايوا داك المغرف تاع الكونفيتير، اي نوع كونفيتير عندك. هنا عندي كاس تاع 200 مليلتر عمريه مايزينا، على قلت لك بحبه بيض وكاس تاع نشا تحصلي على اروع بسكوت رخامي. يعني وكملوا الفيديو الاخر الاخوات باش تشوفوا يعني البسكوت نتاعنا كي خرجت. هنايا استعملت كاس تاع فارينا، كاس تاع فارينا ثاني تاع 200 مليلتر، يعني كاس تاع نشا وكاس تاع فارينا. ونخلطوا، يعني كل ما نديروا مقدار لازم نخلطوا. كيما راك تشوفي الخليط تاعنا راكي تحسيه كلي رغوي، يعني من الفيديو راكي راه يبان رغوي. يعني شتا كلي شويه مازالت سائله، زدت لها نص كاس تاع فارينه، يعني الفارينه استعملت كاس ونص. الخميره لاريفير تاع 10 غرام استعملت وحده، يعني دائما لا ليفير استعمليها في التالي، ما تستعمليهاش في النص ولا باسكو علاه، باش المفعول تاعها يعطينا نتيجه في الفور. ها ونخلطو مليح، يعني استعملت كاس ونص تاع فارينا مع كاس تاع نشا، يعني الكاس تاع 200 مليلتر. نزيد مغرف صغيره تاع خل، يعني الخل كانها محسن، يعني محسن طبيعي. نخلطو مليح، هاي شويه تبان كلي شويه ثقيله بصح ما تخافيش منها، هاي شويه كلي ثقيله. رايحه نجيب نص كاس تاع ماء يعني حامي، يعني مغلياته زدتها في الخليط ولا حيطلق لينا هذيك المسكوتو نتاعنا. ها شوف والماء هذا الحامي عنده دور، يعني باش الخميره هذيك يكون عندها يعني خفه، كي ديريها في المسكوتش تاعك تجي خفيفه.
وجبت المول نتاعي هذا راه باين، درت لها الزبده ودرت لها الفرينه كما تشوفي كيما هكا، وراح نفرغ الخليط نتاعي فيه، يعني نوخر هذاك الفوي ونستعمل هكا. دائما كتبي تستعملي كتبي تفرغي الخليط نتاعك كيما هكا دائما طلعي يدك، يعني في اي عجينه سائله كي تبغي ديريها في المول لازم تطلعي الغيسيبيون تاعك، علاه باش تتهوى وما يجيش في هذوك الفقاعات. ايوينا يعني انا كاع الخليط اللي عندي هنايا نفرغه هنايا، يعني ما نخلي والو انا في الريسيبيون هكا كما تشوفي. يعني كما قلت لكم انا درتها في الليل والصباح كلاوها ولادي. ايوينا ضربيها غير شويه كيما هكا، سوي السطح، هي ديجا راهي مهويه من طلعنا الريسيبيون، وراح ندخلها الفرن. وها هي وين النتيجه نتاعنا كيما كتشوفي. ولاسيوس اللي قلت لكم دائما ديروها، تخافي لا المول تاعك خفيف ولا الفور تاعك يحرق لك ولا، دائما ديري كاسرونه تاع ماء نص فيها وديريها تحت الشباك اللي تكوني حاطه فوقها المول تاعك ولا الصني تاعك ولا، علاه باه يطفي خاطره وما ينحرق لكش ما يتخطفش كيما نقول. هاي وين ديري كيغدون ولا خدمي ولا وتشوفيها لا هي طايبه ولا، انا سييتها وهاني نوري فيكم. هاي وين يا غيب حبه بيض تشوفي تحصلي على اروع مسكوتش وكاس عنشا، يعني تسامي تخدميها في الليل والصباح يتقهوي بها ولادك. هاي وين كيما تشوفوا ها وين انا شويه عندي المول تاعي شويه يلصق بصح معليش. هاي وين نديها، انا خليتها حتى بردت، خليتها برا حتى بردت لي كاع مليح عاد باش ندير لها الكلاصاج تاعها، خاطر ما تقدريش ندير الكلاصاج وهي حاميه. ايوا شوف كي تجي شابه، ودائما ديروا لاسيس تاع الكاسرون اللي قلت لكم بالماء. هنايا عندي الصلصه تاع الشوكولا دائما نستعملها هنايا، عندي كاس تاع كاكاو مر، انا درته مر هذه المره يعني نوار، كاس سكر عادي، كاس زيت وكاس حليب. انا على استعملت الكاكاو المر هذه المره باسكو على المسكوتش ديجا راه فيها السكر، وراح ثاني نستعمل الشيكولا فوقها، يعني باش نقلو هذيك الحلاوه لازم نستعملو حاجه شويه مره، وما مالك غينها مر الكاكاو مر بصح عندها وحدك شي طعم، يعني صدقيني حتى الاطفال يبغوا ياكلوها احسن ملي تروحي تشري شيكولا ولا، استعملي هذا النوع تاع الكلاصاج، يعني الكاكاو والسكر والزيت والحليب متوفرين. هاوينا يعني فرغها عشوائيا انايا ولا سماوها رخامي. هاوينا وراكي تشوفي درته بالميكسير، خدمته بالميكسير هذا الصلصه باش تجينا ثقيله ويمتازوا المقادير. هاوينا كاع نمشيها كاع، يعني ما خلي والو، فرغها يعني فرغيها عشوائيا برك، ماشي شرط انك يعني تتكلفي هاكا تهود الروحه. هاي ورا كيما كتشوفي ميم النظره نتاعها تجي شابه، تقدري تقدميها للضياف تخرجي بها. وعندي شويه تاع شيكولا بيضاء يعني درتها في حمام مائي واستعملت غير المغرف، يعني ما عنديش لابوش استعملت هاكا المغرف عشوائيا ها، يعني والنظره نتاعها راك راحي تشوفوا النتيجه، وهذه باينه باللي ما تتقطعش في وقتها، يعني بزاف الاخوات تقول لك علاه ما تقطعيش، كاين شي صوالح لازم حتى تريح كيما المسكوتشو، يعني حتى للصباح تقطعت هنايا. هاي وينه كيما كتشوفي، هاي وينه يعني خطوط عشوائيه تعطي نظره بلا ما تتكلفي ولا، غير شويه تاع الشيكولا، كانت شيكولا بيضه باقيه لي زدتها على هذيك الصلصه كيما كتشوفي، شو عطات نظره شاب. هاي وينه، ونتمنى الوصفه نتاعي هذه تعجبكم، ودعموني بلايجام وتشاركوا في القناة، وإلى الملتقى بإذن الله.